ويعني بنتكلم على أسبوع يمكن في كتير من الأسر المصرية بتستعد في اليوم ده يوم الأحد 18 سبتمبر إن هي يعني يكون اليوم الأول لولادها في المدارس تحديدا. فخلونا هنا نتكلم على إن التعليم مش بس مرتبط بالمدرسة، لأن التعليم هو علاقة يعني تشاركية. التعليم بيبدأ من الأسرة، التعليم بيبدأ من المعلم والمدرسة. وهنا لو هنتكلم على الأسرة فبنتكلم تحديداً على التربية قبل التعليم، وهنا هنتكلم على الإتيكيت. ويمكن ده يعني كلام مرتبط إلى حد ما بسؤال الحلقة بتاعتنا النهاردة اللي بيقول لنا احكونا عن أول حاجة اتعلمتوها في أسرتكم من الإتيكيت تحديداً. وأنا من وجهة نظري شايف إن الإتيكيت هو يعني مصطلح دخيل علينا، لأن إحنا لو رجعنا للدين الإسلامي هنلاقي إنه بيحث على الأخلاق، التسامح، فكل ده بيعتبر حاجات من الإتيكيت، مش بس شوكة وسكينة. ده اللي أنت اتعلمتيه بقى بس أنت من الأسرة. زي ما أنت قلت، أنا عايزة أأكد على اللي أنت قلته، إن إحنا كثقافة عربية، إحنا الثقافة العربية هي يعني العلوم الإتيكيت كلها، يعني هنقدر نقول إنه دي حاجة من الحاجات اللي الإنسان اتعلمها مع بداية الخلق. الثقافة العربية كمان مليئة بالأداب العامة وكمان السنة النبوية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الأداب العامة في التعامل مع الأفراد اللي موجودة في المجتمع. لو أول حاجة هتكلم عنها أنا اتعلمتها من أهلي يمكن، أو مامتي يعني وأنا عندي 4 سنين، أول حاجة خالص إحنا كلنا بنتعلمها اقفل بقك وأنت بتاكل، دي أول حاجة موجودة عندنا في الثقافة العربية. حاجة تانية مثلا وإحنا قاعدين ما ينفعش وإنت بتتكلم مع حد كبير تقول له أنت أو أنتي، لازم حضرتك أو حضرتك، ويمكن لغات قليلة قوي ما بتميز الكبير عن الصغير في طريقة كلامك معاه، لغات قليلة في العالم ما بتميز الطريقة دي، منها طبعا اللغة العربية وبعض اللغات الأخرى. في حاجة تانية وإنت قاعد ما ينفعش لو حد قدامك كبير أو صغير تحط رجل على رجل ورجلك في وشه، لازم لو لازم يعني تحط رجل على رجل يبقى رجلك بعيدة عن وشه تماما، وياريت لو حد أكبر منك تتعلم إن إنت لو في مواصلات عامة تقوم له ما ينفعش تحط رجل على رجل قدام حد أكبر منك. حاجات كتيرة قوي في الحقيقة إحنا بنتعلمها من البديهيات من وإحنا صغيرين، أهالينا بيعلمونا نعمل ده وما نعملش ده، ودي يمكن من أهم وأجمل الحاجات اللي بتميز الثقافة العربية عن غيرها من الثقافات، فياريت ما نسيبش حاجة زي دي. طبعا الإتيكيت هو من الحاجات المختلفة في كل حاجة في يومنا، في إتيكيت للطعام، في أداب للحوار، في أداب عدم نشر الأسرار والإنصات، لما حد يبقى بيتكلم لازم تسمع وتفهم كويس قوي اللي قدامك بيقول إيه، ما تتكلمش عليه. دي من الحاجات اللي إحنا من وإحنا أطفال بنتعلمها. طبعا أكيد الكلام ما ينفعش بأي طريقة إن حد يقول أو يعلي صوته وهو بيكلم حد كبير، أو يتلفظ بأي طريقة وهو بيكلم مع أي حد بقى سواء كبير أو صغير. فيمكن دي من الحاجات اللي أنا شخصيا اتعلمتها، وأنا متأكدة إن كلنا اتعلمنا الحاجات دي، لأن دي من بديهيات الثقافة العربية، ودي اللي قلنا بتميزنا عن غيرنا من الثقافات ومخلينا أكيد أكيد مميزين. خلوني أسأل بقى زميلي عبد الصمد، إيه أول حاجة اتعلمتها من أسرتك؟ خليني قبل ما اتكلم على اول حاجه انا اتعلمتها من اسرتي ااكد على اكيد الكل بيبقى عاوز يربي ولاده على فكره الانفتاح، تقبل الطرف الاخر، عدم التعصب، تحمل المسؤوليه. الاربع حاجات اللي انا قلتهم دول تحديدا علشان يتحققوا لازم اللي انا احقق او اوصل لي اللي انت قلتيها بس انت، فكره اللي انا احترم الكبير، فكره اللي انا معليش صوتي على الكبير، كل ده تربيه. عدم افشاء الاسرار زي ما انت ما قلتي، طب ما احنا لو رجعنا برضو للاسلام هنلاقي ايه، الفتنه اشد من القتل. كلها حاجات والله يعني هو المسمى بس اختلف، حطيناه في الاتيكيت. ويمكن الناس للاسف اختزلت الاتيكيت في ان هو طريقه الاكل وشوكه وسكينه، وازاي اللي انا اكل بالشوكه والسكينه واكون منمق قوي ومنظم. بس اقول لك حاجه، انا مش ضد الحاجه دي، يعني انا مش ضد ان احنا نبتدي نبقى بنتكلم عن اداب الطعام وان احنا ناكل ازاي طريقه الاكل، لانه ساعات كثيره بتبقى انت قاعد وسط ناس في عزومه وتلاقي حد بياكل بطريقه تنفرك عن الاكل، تبقى انت خلاص انا مش عايز اكل بالذات. صحيح. حتى دي في السنه النبويه، كل مما يليك. صح. الناس بتلاقيها بتاكل من طبق قدامك انت، فانت تبقى انت خلاص مش عايز تاكل. انا مش ضد، وهي فكره وانا مش ضد انا كمان، بس انا بتكلم اللي هو قبل ما اتكلم في المظهر اروح للجوهر. جوهر من جوهر. ايه الجوهر اللي انا اربي او اللي انا يعني اطلع نشأ
النشء ده قادر على أقول إيه اللي هو يكون عنده قيم، يكون عنده مبادئ. في مقولة يمكن بس أنت بتقول إذا أردت أن تهدم حضارة عليك بهدم الأسرة، هدم التعليم وإسقاط القدوة، لأن أنت الثلاثة دول تحديداً أنت لو دمرتيهم تعليم أسرة قدوة، مين اللي هيربي النشأ على القيم اللي أنا بقولك عليه؟ حقيقي. وهنا هيجي تضافر الثلاث حاجات مع بعض، ونرجع لأهمية الأسرة تحديداً في بناء الشخصية، لأنها بتعتبر الركيزة الأساسية علشان خاطر نوصل لفن الإتيكيت اللي احنا يعني هو كلمة أنا شايفها كلمة مستحدثة، لكن عشان نوصل اللي احنا مربين ولادنا في النهاية على الأداب الخاصة باحترام الطرف الآخر، تقبل الطرف الآخر. ويمكن هي دي الحاجة، أول حاجة أنا اتعلمتها دايما كان والدي من وانا صغير ووالدتي يقولوا لي اسكت واسمع اللي قدامك الاول وبعد كده رد، يعني خير الكلام ما قل ودل، خليك الاول ما تبقاش كثير الكلام، وممكن كثره الكلام دي تخليك اللي انت تقع فيه اخطاء ما بعد كده، لا اسكت اسمع اللي قدامك الاول، افهم وجهه نظره وتقبله للموضوع من عدمه وابتدي بعد كده رد. ففكرة اللي أنا أحترم الطرف الآخر ده بيخليني اللي أنا أحترم الرؤى المختلفة والتوجهات والأيديولوجيات المختلفة عن أفكاري أنا تحديدا. فأعتقد دي حاجة من الحاجات اللي أنا تعلمتها من أسرتي، يعني الأسرة المتواضعة اللي ساعدتني بعد كده في تكوين شخصيتي، وقدرت اللي أنا أكون قادر ومنصت جيد ومقيم أيضا جيد لبواطن الأمور أحيانا من خلال اللي أنا بسمع أكتر مما بتكلم. تاني حاجة يمكن اتعلمتها برضو من أهلي فكرة تقبل الجنس الآخر، ما عنديش حاجة اسمها أو ربوني ما فيش حاجة اسمها ولد وبنت، في اللي احنا موجودين في أسرة تشاركية. يمكن أنا ما عنديش إخوات بنات، لكن عندي ولاد خالة وولاد خالي وعماتي وكلام ده كله بنات أكتر يعني في العيلة. دايما ما فيش حاجة اسمها هي وهو، في إحنا بنشارك بعض عشان خاطر نوصل للهدف الخاص بينا. فيمكن دي من أهم الحاجات اللي أنا اتعلمتها من أسرتي، وبالإضافة لتحمل المسؤولية. كان دايما لما أخد قرار وأنا صغير كان والدي يخلي والدتي يقول لها سيبيه ياخد القرار علشان خاطر هو يتحمل مسؤوليته، فيقدر يعتمد على نفسه بعد كده لما يكبر في أن القرار ده هو اللي خده بمحض إرادته، بإرادته كاملة محدش أجبره عليه، فبالتالي النتيجة هو يتحملها. فبعد كده لما يجي ياخد قرار يفكر ألف مرة قبل ما يروح بعواطفه أو باندفاع بسرعة ناحية الحاجة دي، لأ أفكر الأول. فيمكن دي أهم الحاجات اللي أنا اتعلمتها بسنت من عيلتي. يمكن كمان من الحاجات المهمة هي احترام المواعيد، أنه لما حد تديله ميعاد أنت كده قد كلمتك، لازم تحترم الميعاد اللي أنت اديتهوله عشان الشخص ده أكيد عنده حاجات تانية يعملها في يومه. صحيح. مش قاعد مستني بس الميعاد. على العموم احنا كمان مهتمين نعرف أنتوا وفي سياق الإتيكيت، احكي لنا عن أول حاجة اتعلمتها من أسرتك، ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك على إنستغرام، منتظرين إجاباتكم اللي هنستعرضها النهاردة إن شاء الله في خلال الحلقة. بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.